يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانيه. والحقيقه الفتره اللي فاتت الطفره اللي احنا شفناها في عالم الكره الطائره وبالتحديد السيدات تستحق الاشاده. شفنا كم كبير جدا من الانجازات، شفنا مش بس المنتخبات، لا كمان شفنا الانديه المختلفه ابتدت تحقق انجازات، وشفنا من ايام قليله في دوره الالعاب العربيه نادي سبورتنج تمكن من ان هو يتوج بالبطوله بدون الهزيمه في ولا شوط واحد. نمسك الخشب وهنتكلم بقى أكتر قبل ما نستضيف كابتن أحمد فتحي عشان يكلمنا عن الفنيات، يكلمنا على مشوار البطولة، إيه أبرز الصعوبات اللي كانت بتواجهه خلال التعامل مع اللاعبات اللي موجودين معايا دلوقتي. خلوني أرحب بالأربع نجمات والأربع بطلات. خليني أبدأ بندى كور، صح كده؟ يا ندى أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. كله تمام؟ الحمد لله. وسارة طارق. وسارة زي حضرتك. أهلا بيكي. كله تمام؟ هدير عوض. هدير كله تمام الحمد لله. ليلى محفوظ. يا ليلى اهلا. ازي حضرتك؟ مين فيكو كابتن التيم ولا ليلى؟ انا حسيت القياده باين عليك. اول مره في حياتي اول كابتن. مره تبقي كابتن. ايوه بس الحمد لله رفعنا كاس فوشي. طب قولي لي الفرق بقى، وانت لعيبه عاديه، لعيبه عاديه في التيم مش كابتن، او بقى عندك حته الليدرشيب او ان انا عليا مسؤوليات الكابتن وانا دلوقتي كابتن، ايه الاصعب؟ لا وانا كابتن طبعا، لان قبل كده ما كنتش بركز اي حاجه بعملها غير اللعب بس. دلوقتي لازم اركز مع كل واحده من ال 13 اللي معايا في الفريق، احنا بنكون 14 في السكواد يعني. فلازم ابقى متابعه كل حاجه علشان دايما بكون انا الوصل ما بين المدربين والفريق. فالمدرب عايز يوصل حاجه للعيبه مش عايز يضايقهم، انا بيقول لي انا الفريق بيعمل اي حاجه بتضايق الكابتن انا اللي بلبس الموضوع. وعايزه مثلا الكابتن عايز يوصل لك حاجه، متضايق من حد من اللعيبه، فانت محتاجه توجهيه وتحلي المشاكل دي كلها. فالموضوع بيبقى فيه مسؤوليه اصعب. الموضوع محتاج مالتي تاسكينج كتير قوي يعني. انا ببقى عايزه اركز بس في الماتش، كنت قبل كده فاول مره في حياتي ابقى محتاجه ان انا اركز في كذا حاجه غير اللعب نفسه يعني. هدير، بطوله دوره الالعاب العربيه في الامارات اول مره تلعبوها ولا لعبتوها قبل كده؟ لا لعبناها من 4 سنين بس احنا حققنا فيها مركز تاني. كنا عايزين ناخد مركز اول بس يعني ما حصلش نصيب، بس خدنا مركز تاني يعني. ندى يعني شايفه كنت بقول في المقدمه ان الفولي بقى فيه تطور واضح قوي وبالتحديد في البنات. متفقه مع ده؟ شايفه فعلا ان اغلب الانديه حصل فيه طفره واضحه؟ ايوه طبعا. عامه الفولي يعني الفولي عامه اتغير يعني. احنا بجد دلوقتي المنافسه بقت اعلى بكتير، اللعب بقى على مستوى بروفيشنال اكتر. واحنا الحمد لله بقى لنا كذا سنه يعني بنتطور، ويعني الدنيا معانا بتمشي كويس، فبنحاول ان احنا كل سنه احنا نتقدم عن السنه اللي قبلها. انا شايفه ان في تطور جامد جدا في الفولي بقاله كذا سنه يعني. ساره، شايفه الاهتمام الاعلامي شويه ابتدى يزيد ببطولات البنات؟ يعني زمان كان ممكن يبقى بنهتم بالفولي لكن بطولات الرجال بالتحديد، دلوقتي شايفه بقى في لا البنات بقى ياخدوا حقهم شويه. انا حاسه فعلا كله يعني حتى البنات مش فولي بس، في كل الالعاب حاسه ان كل الشانلز بقت خلاص بتذيع ماتشات ايا كان، ممكن على مستوى ضعيف او قوي بس. لا حاسه ان الدنيا الاويرنس او الوعي بقى بتاع الرياضه عامه في مصر اتغير تماما، سبيشلي رياضه الستات يعني. طب ليلى بقى انكم تكسبوا كل الماتشات من غير ما تخسروا شوط واحد. ايوه ده كان احلى. دي عملتوها ازاي؟ احنا من الاول يعني قبل السيمي فاينل والفاينل قلنا يا جماعه احنا الحمد لله ماشيين احلى حاجه، بدانا ناخد ثقه اكتر مع الماتشات، مع كل ماتش ناخد كونفيدنس اكتر. احنا ماشيين هناك في الشارقه معروف سبورتنج ما خسرش ولا جيم لحد دلوقتي، ابتدينا نحس شويه الموضوع ادالنا ثقه شويه. فجماعه احنا التارجت بتاعنا مش بس ان احنا ناخد البطوله، احنا التارجت بتاعنا ما فيش اي فرقه تاخد مننا جيم. فحتى في السيمي فاينل والفاينل الجيم الاولاني كان شويه يعني بيبقى مقفل سنه في الاول، بيبقى فيه رهبه بدايه المباراه كده، بس الحمد لله اول ما بنعدي الشوط الاولاني الجيمين اللي بعد كده كنا بعد كده بنضغط يعني الفريق كان بنقدر ان احنا نخطفه الحمد لله يعني. كلام كابتن احمد فتحي معاكم الجزئيه ان انا ما اخسرش ولا شوط، ان انا ابقى يعني امبيتن في كل الاشواط، كان هماك الجزئيه دي ولا لا؟ انا بالنسبه لي ان انا اكسب الماتشات ده الحاجه الاهم الاولويه. لا احنا كنا لازم نكسب الماتشات، بس هو كل ماتش بنكسبه. لا انا بتكلم عن طبيعي تكسبوا الماتشات، انا بتكلم انكم يعني ما تخسروش في ولا شوط، ده كان بالنسبه له اولويه ولا ما كانش في دماغه ده؟ المهم اكسب الماتش. لا كان اولويه، وكنا حتى كمان حاطين تارجت في السكور يعني كمان. يعني احنا مثلا ما نعديش 10، ممكن الشوط اللي بعده لا عايزين نخليهم 5،
فكنا بيبقى عندنا تارجت حتى بقى في الاشواط. اه بالظبط. طب ساره شايفه ده كان حاطط عليكوا لود ولا بالعكس ده كان لا موتيف ان انا الجاب ما بيني وما بين الفرق الثانيه كبير قوي فانا عايزه اتفوق اكتسح بقى كل الماتشات؟ لا احنا بداناها من الاول، يعني احنا بداناها من اول البطوله، فالاول الدور التمهيدي كانت ماتشات كانت قويه بس ما كانتش بقوه السيمي فاينل والفاينل، فكنت حاسه ان احنا لا ان كابتن احمد كان مدربنا على الفكره دي من الاول واخدين اللي هو خطوه خطوه. اول ماتش مثلا في البطوله طب جماعه ما ينفعش يعدوا ال 15، فكنا كاننا بنتمرن على على الموضوع ده، بلس ان احنا في التمارين كمان، يعني هو على طول في التمارين طريقه اللعب لما بنلعب تقسيمه او كده هو حاطط سيستم كده اللي هو لازم كل واحد يحافظ على النقطه وما نخسرش نقطتين ورا بعض، فلا هو على طول بيمرنا على الموضوع ده. حلو قوي. بقى لكم كتيم بتلعبوا قد ايه مع بعض؟ كتير قوي والله، كتير قوي يعني في تنهيده كده شايلين من 12 13 سنه والله اكتر كمان كده والله، يعني احنا مع بعض احنا كمان كلنا يعني فرق ما بيننا كلنا نفس السنه كلنا نفس الجيل. ف طب ليه بقى الكابتن بقى؟ علشان انا بدات العب فولي قبلهم شويه. اوكي. واللي كانت كابتن لسه يعني معتزله؟ الاحتمال ترجع ان شاء الله بس لسه مخلفه يعني. حلو. لا بقى لنا كتير قوي، يعني احنا بجد كفريق احنا معروف عندنا ان احنا اصحاب قوي بنحب بعض قوي، عشان احنا بجد مع بعض من واحنا اطفال. والحمد لله يعني واحنا برضو اطفال كنا محققين، كنا جايبين اول واحنا تحت 16 وكده، فاحنا بالنسبه لنا برضو يعني كانت احلى حاجه ان احنا نحقق تاني مع بعض واحنا كبار، فدي كانت اكتر حاجه بجد نفسنا نعملها يعني. ان سبورتنج فيرست تيم عمرنا ما حققنا بطوله فعلا. واحنا في والله. تيم واحنا في تاريخ في تاريخ سبورتنج كبنات ما حصلش ان سبورتنج جاب بطولات قبل كده. كباسكت بول جابوا طبعا البنات والهاند بول اعتقد كمان. الفولي هو اللي كان دي بجد حاجه بجد كان نفسنا نعملها. حته انكم كاصحاب الى جانب انكم زملاء في تيم واحد دي بتخلي الموتيف اعلى، بتخلي الروح ما بينكم بتبقى يعني مختلفه عن ان فرقه يبقى فيها زمايل لكن مش صحاب قوي برضه؟ لا بتفرق طبعا، يعني بتفرق في الماتشات في التمارين، في وقت مثلا يبقى في ستريس في الماتش كل واحد فينا بيبقى عارف ازاي يتكلم مع اللي جنبه عشان عارفه ازاي بيتعامل معاه من سنين. بس لان في اوقات مثلا انا ممكن اتكلم مع لعيب بشكل يضايقه وممكن يضغطه زياده يتنشنه زياده في الملعب، فبحكم انكم اصدقاء فاهمين كل واحد ايه مفاتيحه في الكلام يعني. انت اكتر واحده بتتكلمي طول الوقت مع اللعيبه يعني بتضايقكوا بتيجي عليكوا شويه ولا مش قوي؟ غايه جدا كده كده. ما انا باين حبيبي اديني بس وانا مش هسكت. مين اكتر حد منهم هم الثلاثه ممكن في الملعب يكون بيعمل مشاكل شويه مش مطيع قوي لكابتن احمد فتحي؟ لو انت قلت له انت في حد واضح؟ لا والله لا ده دي واضح ان هي الكيوت الهاديه بتاعتكم. هو اكيد حد يشوفنا دلوقتي صح؟ انا بوظت الدنيا هي. ليه بقى بتعملي ايه؟ مش انا خالص. لا طالما هم الثلاثه اتفقوا يبقى انت. انا ممكن اكون يعني من الناس اللي بتختلف معايا بس مش بعمل حاجه في الملعب. ما بتعملش مشاكل. انا بسمع كلامه في الملعب بس يعني احنا ساعات كده بن يعني تختلفوا في ايه بقى؟ حاجات تاكتكس مثلا، حد لعيب ينزل لعيب يطلع ولا في ايه؟ مش عارفه نختلف. لا انا هقول لك مثلا حاول انت تلمي ندى. لا ندى بجد ما شاء الله من اكتر اللعيبه اللي عندها مهاره الفولي في مصر، يعني اي حد تقول له ندى قرب. ممكن الاول كل حد فيكم يقول لي البوزيشن بتاعه ايه؟ انا اربعات. يعني ندى ده عشان ابقى فاهم، ضارب ولا بلاي ميكر ولا بيعمل كل حاجه، يعني بيضرب وبيستقبل بيعمل كل حاجه. قدام بيبقى واقف قدام على الشمال ورا يعني دايما حسب كل فرقه، بس دايما بنقف في النص ورا. حلو. وانا وهدير ليبرو وليلى قصيره ساتر. حلو قوي. معيد. تمام كملي بقى النقطه اللي فاتت. فبس فبقول فندى مهاريا عاليه قوي. فندى ممكن كابتن مثلا منزلنا ومحفظنا احنا هنعمل في السيتويشن ده او في الموقف ده اللعيب ده هيروح كذا وهيعمل كذا. ندى ممكن ما تعملش كده بس في نفس الوقت هتجيب النقطه. ايوه. فبيبقى بس الاختلاف في الحته دي اللي هو ندى اعمل لي انا بقول لك انا ما سمعتش كلامك لكن اللي انا عملته جاب نتيجه. ساعات بتجي معايا وساعات ما بتجيش معايا. يعني ساعات بقول بلاقي ان انا ايه ده انا اروح اقف في المكان ده والاقي الكوره فعلا جايه لي واجيب كوره لو كنت وقفت في المكان الثاني ما كنتش هجيبها وهو يبقى قايل لي على المكان الثاني، وساعات ما بتجيش معايا يعني بتوقع كوره غلط وبلبس وبتهزق وخلاص. طب لما بيحصل مشادات ما بينك وما بين كابتن احمد فتحي يعني ايه اللي ممكن موضوع
يوصل ان هو يقعدك احتياطي يعلقك شويه. طلعتوني، انتوا طلعتوني الشيطانه بتاعتك. الشخص اللي بتخانق مع المدربين. لا لا لا، عمرها ما بتكون حاجه يعني بيرسونال، يعني هي بتبقى حاجه جوه الملعب يعني، واللي هو بنتناقش فيها خلاص يعني. هو مش عيب، خلي بالك ان اللعيب لو فاهم قوي ان يبقى في مناقشات ما بينه وما بين المدرب. أيوة. بتاعه ان انا اختلف في حاجات ده صح يعني. ما ينفعش في حاجه. احنا كابتن احمد بيمرني انا وندى اول مره نتجمع منتخب، كان كابتن احمد اللي مجمعنا، فكابتن احمد بالنسبه لي وندى زي بجد بابايا. فهو الشده ما بينهم بتبقى لذيذه قوي، ما بتبقاش شده مدرب بلعيبه. لا هي بتبقى شده اب بنته. أيوة. بالظبط. فهو يعرفها من وهي صغيره، وهي فاهم، هما الاثنين فاهمين بعض اكتر حاجه، فيبقى الموضوع مش في تاكتكس او في لعب اكتر من ان هو خناقه اكنه اب وبنته. لا بالنسبه لنا ألزاز حاجه بقى، نقعد نضحك كلنا. ايوه نقعد نتفرج يعني. طب خلال بقى البطوله ايه ممكن تكون اصعب الماتشات اللي قابلتكم؟ ماتش اول ماتش كان في المجاميع، ماتش لبنان. لبنان فريق كويس قوي من الفرق المتكامله. لعبت كام ماتش الاول؟ لعبنا 7 ماتشات خلال البطوله كلها. خلال البطوله كلها ماتش لبنان كان يعتبر من اقواهم. ماتش الشرق السيمي فاينل عندهم محترفين كويسين قوي، المواطنين كمان مستواهم عالي قوي عن البطوله اللي فاتت، فكان ماتش حلو قوي. وماتش الفاينل يعني احنا كنا متوقعين ان هو هيكون اقوى من كده شويه، لان الفريق الكويتي كويس جدا وكسب الشرق وكسب لبنان. الشرق ولبنان جامدين جدا. فكنا متوقعين ان هو هيكون اقوى من كده شويه، بس الحمد لله الاستراتيجي اللي احنا يعني قدرنا ان احنا ننفذها خلت الماتش يمكن الاخير يكون اسهل من الشرق ولبنان كمان سنه. عندكم محترفات في التيم ولا كله لاعبات؟ محترفه واحده. شايفه الامباكت او التاثير بتاعها عامل ايه؟ لا هي فرقه معانا جامد صراحه يعني. هي عمود الفرقه بتاعنا فعلا. اه ايه اكتر حاجه شايفه ان هي مختلفه عنكم بقى كلعيبه يعني محليه، ما لعبتش في دوريات مختلفه او دوريات بره الدوري المحلي، شايفه هي مميزه في ايه اكتر حاجه؟ هي لعيبه بروفيشنال قوي. يعني هي عندها حته اللي هي يعني بتعرف تحتوينا قوي في وقت لما نبقى مثلا في ستريس قوي في الماتش، بتعرف تلمنا جدا. جنسيتها ايه؟ من فنزويلا. فنزويلا اوكي. بتعرف مثلا لو احنا بنتكلم بتتكلموا معاها انجلش ولا بتتكلم بس احنا علمناها عربي والله. يعني احنا تقريبا بنسبه عربي بتتكلم عربي. ساعات مثلا يعني بنحب انها تتكلم معانا، مثلا لو في ميتنج او حاجه بنحب انها تتكلم، لانها فعلا بتقول كلام بيبقى مهم قوي، وهو ده اللي احنا محتاجينه. مبقاش عايزين، ممكن مبقاش عايزين نسمع الكلام من حد تاني، بس هي لما بتيجي تتكلم لا يعني بيفرق معانا جامد. كلام من حد تاني بقى بمعنى ايه؟ تخبط بقى؟ لا 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 خالص. قصدك على ليلى؟ لا 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 خالص. قولي كده جاي اوقعكم كلكم ببعض. لا مش هتعرف، خد بالك مش هتعرف. طب اول مكالمه جت لكل واحده فيكم بعد الفوز في اللقاء الفاينل، مين اول حد كلمك؟ مامتي. قالت لك ايه؟ كانت فرحانه جدا، وهي كانت خايفه من الماتش ده، بس يعني كانت مبسوطه جدا لما كانت بتتفرج على الماتش في التلفزيون. يعني كانت مبسوطه، حتى هي كانت بتقول لي من كتر ما هي كانت فرحانه قوي كانت بتشجع بصوت عالي، وعيطت لما احنا كسبنا يعني. وانت ليلى؟ مامي وبابي الاثنين كلموني يعني ورا بعض على طول يعني. صحيوا بدري، هو التوقيت عندهم مختلف، فصحيوا بدري اتفرجوا، كانوا مستنيين بقى، هم كانوا اول مكالمتين يعني. صار انا جدتي. جدتك؟ جدتي بتتابع كل الماتشات، وعلى طول اول ما اخلص ماتش الاقيها بتكلمني مبروك ومش عارفه، وهي عارفه كل الفرقه يعني وفاهمه في الفولي ومتابعه كل حاجه. كل حاجه. انا برضو مامتي برضو، هي برضو كان حرام، كانت بتصحى كل يوم برضو اتفرج، عشان بجد ماتشات كانت بدري قوي، وفي مصر بجد كانت بدري يعني، احنا في ماتش كان 7 الصبح في مصر. طب حد فيكم كان اهله اخواته كان بيلعب فولي فده السبب ان هو بدا اللعبه؟ هو انا بابايا كان بيلعب زمان برضو فولي، بس ده ما كانش سبب. انا ودوني كل الرياضات. رحت فيها. رحت باسكت، كنت انا ما بحبش حد يقعد يخبطني. ايوه بحبش اللعبه اللي فيها كونتاكت دي بتبقى بايخه. اروح الباسكت اسيب الكوره فاهم، تقع ومش عايزه. خد يا عم مش عايزه، مش عايزه الكوره. فما كنتش شاطره بصراحه في اي حاجه، لعبت كل حاجه، بينج بونج كل حاجه، كنت شاطره في اي حاجه. الحاجه الوحيده يعني اللي ها شويه لقوا ان في امل سنه لما رحت بول، فعشان كده يعني. مامي كانت بتلعب باسكت فكنت بلعب باسكت، بس بوبي كان نفسه بول. لا انا ما كانش عندي حد، انا الفوي ده جه صدفه بالنسبه لي في حياتي. كنت بلعب سباحه وباليه، وبعد كده دخلت الفولي صدفه بس.
انتوا في حد فيكم؟ انا كنت زي ليلى برضو. يعني بتلعبي لعبه تانية؟ يعني كنت بجرب حاجات كتير قوي، بس ما كانش في حاجه كنت شاطره قوي قوي فيها غير الفوليو. لما لقيت ان انا شاطره قوي فقلت هكمل. لا ولا انا يعني كده كل صوت. بتشوفوا طبيعه لعبه الفولي مناسبه للبنات شويه جدا أوي. يعني الهاندبول عنيفه شويه، الكوره نفس القصه فيها شويه عنف، الباسكت بول برده مش لعبه سهله، الفولي ممكن تكون حته اللي مفيش كونتاكت شويه بتبقى مناسبه للبنات، بحس كده. ايوه قوي. انا دي بالنسبه لي احلى حاجه، يعني هي الرياضه تقريبا الجماعيه يمكن الوحيده اظن اللي ما فيهاش احتكاك، اللي ما فيهاش كونتاكت، فده الذ حاجه في الموضوع. مش خايف ابقى برفع وحد مثلا يقوم جاي خابطني يعني. فهي دي الذ حاجه. هي اصعب حاجه لما اتنين بيعملوا بلوك في الشبكه، دي الحاجه الوحيده اللي فيها كونتاكت، ده اقصى حاجه يعني. بس هي والله لعبة مجهدة إيه؟ جدا والله مجهدة. عشان الناس بتقدر طبعا. لا التنطيط الكتير قوي والجامبنج عشان الحق كورة، لا طبعا مجهدة جدا. الناس تقعد تقول انتوا مش بتجروا، انتوا مش محتاجين نفس، انتوا بس. لا والله احنا خلي بالك في لعبات البينج بونج مثلا يبدو ان هو سهل جدا، وهي لعبة مجهدة جدا جدا. ففي لعبات بتبدو في التلفزيون كده لا مش متعبة قوي، لكن في الحقيقة اللي يلعبها يلاقي ان هي لعبة صعبة قوي. طب ايه ابرز الاصابات في الفولي؟ سبين انكل، صليبي، حاجات كده، صوابع، صوابع البلوك دي برضو. اللي بيعمل بلوك ده بيتعذب جامد جدا. وبقى الوش يعني، او انا وهدير بناخد كور في وشنا كتير قوي. الليبرو او اللي بيستقبل السيرف ممكن ان هو بيتعرض برضو ان هو تتشوط في وشه، هو اكيد مش ممكن ده على طول، ده لازم ادخل الماتش لازم كارديو ورا بتزعق لنا احنا اللي قدام انكم ما عملتوش بلوك. طب سؤال، تكتيك البلوك يعني مثلا في الكوره لما يتشط فاول مثلا الحيطه بتبقى واقفه في حته والجول كيبر واقف في زاويه تانية، نفس القصه مثلا الطالع يشوط الكوره، فانتوا مثلا طالع عامل بلوك مغطي زاويه والليبرو بيبقى مغطي زاويه تانية، ولا الدنيا بتمشي ازاي؟ هو المفروض مثلا بنبقى متفقين لو مثلا بلوك مثلا هيمسك مثلا الجزء مثلا ده احنا بنمسك حته تانية، بس فلازم يبقى في اتفاق مع بعض، لان لو مفيش حصل اتفاق الكره هتيجي في وشي. بيبقى في دراسه للموضوع، يعني بيبقوا مثلا قايلين لنا الساتر بيرفع فين. لو كورته مقتومه او واصله احنا بنبلوك حسب الرفع يعني. ساره ايه اول حاجه ماما قالتها لك بعد ما كسبنا؟ مامتي كانت طب ما دي نسالها. يا استاذه دين اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، منوره الدنيا. الله يخليك وده نوركم. احكي لي بقى خلال التعامل مع البنات الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ هم بيقولوا لي ان هو التيم ده طالع مع بعض من تحت يعني. بالظبط، من عندهم 7 سنين مع بعض، وفعلا من احلى المجال يعني التيمز اللي طلعوا عندنا في الفيرست تيم، ومن يعني بيتمرنوا كتير وبيتعبوا كتير، وكنا فعلا كان عندنا امل ان ربنا يكرمهم بالبطوله دي، وفعلا فرقت معاهم كتير قوي وهم يستاهلوها بصراحه. مين اكتر حد كان بيتعبك، ساره ولا لينا؟ انتوا بتكلموني كمامتهم كأم بقى مش لا بصراحه الاثنين، لا ما فيش والله. كابتن احمد بس السؤال ده انا رحت لهم في النهائيات ممثله في مجلس اداره نادي سبورتنج على اساس ان انا اروح ابقى مع البنات، فالحمد لله يعني كان عندي امل ان احنا نكمل المشوار من يعني من سيمي فاينل والفاينل وكده، وهم كانوا رجاله قوي وصراحه كانوا موفقين وربنا كرمهم يعني، كان معاهم جهاز فعلا كان على اعلى مستوى، كان معاهم يعني ككابتن يعني كابتن احمد فتحي وكابتن احمد سعد وكابتن مصطفى وكابتن بوتشر وكلهم والاداريين كله، كان منظومه متكامله فعلا، كانت لازم يعني يرجعوا بالكاس الحمد لله. دي اول بطوله فولي لتيم سبورتنج للسيدات في الكره الطايره بشكل عام. فده بالنسبه لكم ده بيضاعف قيمه الانجاز؟ هو بيضاعف قيمه الانجاز، وبعدين احنا الحمد لله ان احنا اعلنوا في البطوله ان هي دي بقت البطوله الرسميه الدوليه اللي اعتمدت للبطوله العربيه. فبالنسبه لنا دي كانت حاجه حلوه، لان هم دلوقتي بطلات العرب ان شاء الله وباذن الله يعني ربنا يوفقهم، وانا بعتبرها ان في بدايه. احنا كنادي سبورتنج كمجلس اداره كلنا حاطين يعني امال كبيره قوي على الفريق بتاع الانسات للطايره، وعلى ان شاء الله طبعا انتوا عارفين احنا الباسكت بول لسه كاسبين افريقيا من شهر ونص بطوله افريقيا، فده بيعتبر انجاز. طبعا الهاندبول عندنا كويس جدا، فان شاء الله يعني فرق السيدات
هتبقى مين طفره الايام الجايه والسنين الجايه باذن الله. حلو. لو هتوجهي كلمه لكل واحده من الاربع بنات اللي معايا دلوقتي تقولي لهم ايه؟ هقول لهم ان هم رجاله، هقول لهم ان ليلى كابتن الفريق ربنا يعني يوفقها دايما يعني جميله، ودي بناتي كلهم. هقول لهدير ان هي ليبرو جميله، وهقول لندى قره انها من احسن الاربعات في رايي اللي موجودين في مصر، وهقول لساره برضو انها ليبرو يعني ربنا يوفقها. يعني كلهم بيتعبوا وبيعملوا يعني، وانا انا بالنسبه لي شايفه ان هم فعلا كانوا يستحقوا بصراحه كلهم ياخدوا جوائز فرديه من كتر ما كانوا كلهم مركزين وكلهم كانوا من افضل الناس. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله الجاي احسن لهم كلهم باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك ومليون مبروك. ميرسي، الله يبارك. شكرا جزيلا. ميرسي جدا، شكرا. وشكرا جزيلا لبطلتنا ليلى محفوظ، شكرا جزيلا ليك. شكرا ميرسي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. هدير عوض، انا كل ده بحاول احفظ الاسامي لكن برضه ما هو لازم اعتمد يعني اغش. هدير شكرا جزيلا ليك. ميرسي لحضرتك. ندى فور شكرا جزيلا. وسمارة طارق شكرا جزيلا ليك، نورتوني ومليون مبروك. بعد الفاصل اكيد هيكون معانا كابتن احمد فتحي المدير الفني لنادي سبورتنج، خليكم معانا.